بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن نصر عباس. ازيك كابتن نصر؟ منورنا. الله يخليك كابتن، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وتحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، وكابتن اسامه عرابي، وكابتن بلال. اهلا كابتن، منور كابتن. كابتن ايمن، قبل ما نروح للحالات التحكيميه تعودنا ان احنا يعني نلقي نظره على طاقم التحكيم، والنهارده عندنا مفاجاه، بس مفاجاه يعني جميله جدا على حكم المباراه. خليني اقول لك ان حكم المباراه النهارده هو حكم صاعد واعد كابتن شريف، ومفاجاه ان هو ما لعبش حكم للميدان بقاله 13 اسبوع يا كابتن ايمن. 13 اسبوع ما بيلعبش حكم للميدان. انت متخيل يا كابتن بلال؟ السؤال، انت من 13 اسبوع الحكم ده قاعد، مش هو بس، يعني هو امبارح كان هشام القاضي، وهو وكان محمود السوقي، الحكام دي كانت كلها موجوده، ليه احنا مش بندي الفرصه للناس تشتغل؟ ليه احنا من 13 اسبوع ما بيلعبش؟ النهارده هو بتدي له مباراه النادي الاهلي، النهارده ادى مباراه بشكل جيد، تحرك وتمركز، تواجد في الحدث، يعني رغم ان هي مباراه بالنسبه له تعتبر صعبه، الاهلي طبعا وطلع الجيش، ولكن النهارده بنقول ان دي المفروض يكون عندنا حكام صاعدين، اديهم الفرصه. النهارده كلاتنبرج بيدي الراجل الفرصه بعد 13 اسبوع، والنهارده الراجل بيشتغل على نفسه وعمل مباراه كويسه. وعنده فكره عن الحكام اللي هم ما كانوش بياخدوا فرص الفتره اللي فاتت؟ كابتن اكيد طبعا توصل له ان في حكام قاعده، يعني في حكام ما بتلعبش. كابتن علاء في مشكله، وكابتن ايمن النهارده انت مال الحكام الكبار والدوليين، مفيش مشكله، يعني الحكم اللي ماشي كويس اديله. انما انا النهارده بدي الدولي ده، طب انا هطلع الصاعدين امتى؟ حد الناشئين امتى؟ يعني امتى هديهم الفرصه؟ فالنهارده هو بيدي فرصه لحكام صغيرين، هشام القاضي، محمود السوقي، وليد عبد الرازق، محمد عباس، النهارده ادوا بشكل كويس، وده اللي احنا عاوزينه للتحكيم، وده هيبقى مستقبل التحكيم كابتن بلال في الفترات اللي جايه. عندنا محمد عباس حكم الميدان، احمد الفوار اللي هو مساعد رقم واحد اللي هو كان عنده الهدف، وصالح محمد مساعد رقم اثنين، عاطف حسين حكم رابع، ومن الحكام الصاعدين ايضا لعب مباراه، وعلى الفار كان محمد عبد العزيز وكان معاه مصطفى عثمان. نشوف الحالات التحكيميه ونحلل كده يا كابتن اداء الحكم واداء طاقم التحكيم في المباراه. في لقطه يا كابتن بعد اذن حضرتك ستوب عايز اتكلم فيها مع حضرتك يعني بتفصيل شويه على حاله التسلل اللي اتلعبت بعد الخط. جايبها يا كابتن ايمن، جايبها وهفسرها، ماشي، وهنقول التعديل يعني قال فيها ايه يا كابتن. جايب نروح ليه اول حاله لحكم المباراه، وهنا بنشوف هنا ان الحكم المساعد هنا بيشير على التسلل اللي هو كان احمد الفار. الفار هنا بيدي تسلل، نشوف لحظه اللمس والتمرير بس، وطبعا هنا القرار صحيح وتمركز صحيح من الحكم المساعد. احنا بنجيب برضك الاجابات يا كابتن بلال، هو عنده هدف ولكن دي حاله من الحالات الاولى كان هو كان قراره صحيح فيها، والقرار التسلل كان موجود نتيجه وجود لاعب نادي الاهلي في التسلل لحظه لعب الكره من الزميل. الحاله اللي بعد كده هنا الحكم على طول هنا يعني محمد انت خدت القرار تمام، يعني احتسبت المخالفه، ولكن خلينا نتكلم في معيار المخالفه. لا هنا كان يجب اشهار البطاقه الصفراء نتيجه اللعب بتهور، هذه الحاله عدت منك، ولكن كان يجب اشهار البطاقه فيها لمحمد فخري نتيجه اللعب بتهور. اللي بعد كده هنا احمد سيد غريب هنا بيلعب الكوره، كابتن انا هنا برضك دي ثقافه اللعب، بيقول لي لاي لاعب مهاجم من فضلك ما تحاولش تعمل الكوره في الجون، سواء الكوره جت هدف او مش هدف. هنا القانون بيقول ايه يا كابتن؟ محاوله لعب الكوره بالمرمى بالايد سواء جه منها هدف او مش هدف بطاقه صفر. وبالتالي هنا احمد هنا ما كانش يجب، خلاص هي عديتها خلاص سيبها، لان ما اخدش انذار في لعبه هي لعبه بالنسبه لي كانت لعبه ميته. هو هنا احمد بيحاول هنا يحط الكوره بايديه، نشوف هنا، ودي طبقا للقانون طالما انت بتحاول تلعب الكره في المرمى كان يجب انك انت تشهر البطاقه ليه. وهنا محمد عباس ادى البطاقه طبقا للقانون نتيجه لعب الكره باليد في محاوله لتسجيل هدف. الحاله بعد كده هنا الهدف اللي خدنا وقت كتير جدا جدا في الفار يا كابتن بلال، ويمكن هي احنا كلنا قلنا من اللعبه الاولى او الوهله الاولى قلنا ان هنا، شوف هنا يعني هنا هنشوف هنا اللاعب النادي الاهلي هناك اهو، لو شفنا اللاعب البعيد لا نرجع تاني لحظه اللمسه بس، وبعد كده هنجيب لقطه الفار ونشوف هنا تمركز الحكم، يعني هو ده برضك الغريب، تمركز كويس قوي قوي قوي، ولكن الربط يا كابتن ايمن كابتن شريف ده اللي احنا بنتكلم عليه، ازاي تربط ما بين اللمس وموقف التسلل.
هو هنا طبعا الحاله صعبه، ولكن هو خلى في استمراريه للعب واشار باحتساب الهدف. نشوف بقى هنا مشي طبعا هنا وسمح به اللعب والكره جت هدف واشار بالتسلل. هنا الفار على طول. هقطعك بس يا كابتن، اتفضل. معلش حته فنيه بس صغيره، نقف شويه بس بعد اذنك. اتفضل فنيه بس، كمل بعد اذنك يا كابتن الكره دي بس. فضل. انا اسف، بعيد عن الحته التحكيميه بس يا كابتن. ثانيه واحده، يعني الطبيعي الحاجات اللي زي كده كابتن ايمن، معلش احنا ما قلناهاش في البتاع. ان بص ديفنس النادي الاهلي بعد ما الكره اتلعبت وقف. بص عامل ازاي، شفتها، محدش حرك خالص، محدش جير وراه، برغم انه عارفين ان الديسيجن بيتاخد. أيوه. في الاخر خالص. مزبوط. بس ديفنس كله رفع ايده ومحدش كمل. اتفضل تمام كده، بص شايف كابتن هي. مزبوط. تمام. هنا احمد الفارض مساعد رقم واحد، لعبه صعبه ولكن طبعا هو هنا القرار طبعا كان قرار خاطئ. هنا نشوف بقى الفار خد تقريبا 4 دقائق كده، فتره طويله. ولكن احنا بردك احيانا يا كابتن بلال، هو الفار النهارده بيلعب وهو بردك عنده قلق، مش عاوز يجيب اللعبه بالخطوط اللي هي مش مظبوطه والكلام اللي احنا عارفينه ده، فهو حاول ان هو يجيب الدقه. وهنا بنقول الدقه اهم من السرعه. يعني ايه الدقه؟ انك انت تديني الصوره صح. خليني بقى اروح للخطوط. طبعا الخطوط معموله بشكل صح وشكل جيد، ومبينه طبعا ان هنا اللاعب النادي الاهلي هناك مغطي، وبالتالي هنا كان قرار حتى كابتن من الخط الملعب نفسه. بالظبط. احمد سمير في الفاتح وبتاع الاهلي خط الغامق، وهنا الفار الملعب داخل جوه. تمام. هو الفار خد وقت، ولكن هنا الدقه اهم من السرعه. وهنا كان قرار الفار كان قرار صحيح، وهدف طبعا الهدف كان هدف صحيح. الحاله بعد كده حاله من الحالات مهمه هنا جدا جدا، ونشوف هنا اللاعب هل هنا في مخالفه. الحكم قريب وبيدي اشاره ركله المرمى. هرجع تاني تمركز الحكم بس بعد اذنك ونقف. ده اللي احنا بنتكلم فيه يا كابتن. هنا بنشوف هنا الحكم في اللقطه اللايف. لا ارجع لي بس اللايف، نشوف الحكم اللي هنا توقعه للعبه يا كابتن. هنا بيبتدي ياخد البوزيشن بتاعه. يلا خلينا نمشي عادي 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 عادي. شوف الحكم هنا خد السبرنت يا كابتن وجه في الفاضي هنا وادى ركله المرمى. وهنا نشوف الحاله هل فيها مخالفه ولا ما فيش في الاعاده اللي جايه. هنا مش مبينه كان هناك في مخالفه ولا ما فيش. شوف اللقطه الجايه ديت نفس الشيء هنا ايضا هنا. ولكن هنيجي اللقطه اللي جايه كابتن بلال، نشوف هنا محمد عباس مايو متواجد. نمشي عادي عادي، نمشي عادي هنا. تمام. وهنا لاعب طلائع الجيش هنا نزلت رجليه على الارض يا كابتن، مفيش تلامس باليد. نشوف هنا السقوط، هنا السقوط يمكن هو استعجل شويه. يعني مهاجم الاهلي لو عنده خبره شويه، لو كان وقف شويه كابتن ايمن صح كان خد ولكن هو استعجل السكوت، وبالتالي هنا مفيش مخالفه ولا بالايد ولا بالرجل ولا باي حاجه خالص، وكان قرار الحكم هنا قرار صحيح نسبه 100%. بس فين نقطه ايجابيه يا كابتن برضه؟ بص الحكم خد القرار وما رجعش للفار. طب هقول لك على مفاجاه. اتفضل. بص يا كابتن، في الفار في شاشه بتاخر بتعمل ديلي 3 ثواني. ثلاث ثواني، يعني في شاشه اللايف اللي احنا بنشوفها، في شاشه ثانيه بتدي تاخير 3 ثواني. هو عمل كونفيرم على فكره، هو خلي بالك بس الكونفيرم سريع. يعني ايه؟ الفار شاف في ال3 ثواني لا مفيش مخالفه، فقال له كونفيرم على القرار. كونفيرم على قراره هو، على قرار الحكم. فبسرعه راح لاحق قال له كونفيرم على القرار، مفيش مخالفه. انما الفار شيك من خلال الشاشه اللي هي بتاخير 3 ثواني كابتن بلال، وما خدتش وقت خلي بالك، وده اللي احنا بنتكلم فيه. الحاله بعد كده نشوف هنا طبعا بلوم محمد في حاجه بس. محمد هنا انت اديت المخالفه، تمام هي في مخالفه، ولكن خلينا نشوف الافضليه ايه يا محمد. خلينا يعني نروح لللايف. هنا المخالفه موجوده تمام، وركله حره غير مباشره نتيجه ان في اللعبه الخطره. ولكن هنا اللايف بقى نشوف هنا لاعب الاهلي خد الكره وممكن كان عنده فرصه هجوم كابتن بلال. هنا فهو احتسب المخالفه. هنا المخالفه صحيحه، ولكن انا كان الافضل انك انت تخلي اللعب يستمر افضل يا محمد. الحاله بعد كده هنا بص الكرة الحكم ستوب. هو هنا مش المساعد قد ايه يا كابتن بلال؟ ده فاول. فاول. طب ايهما افضل؟ خلينا بقى نشوف، خلي اللعب يتواصل. هنا الحكم عمل ايه؟ اللعب خلاص مشي، مش هوقف يلا خلي اللعب يمشي وخلي اللعب يستمر. وهنا ادى اتاحت فرصه، ودي تحسب لمحمد في قراءته للعب وقراءته للهجمه، وقرار صحيح من حكم الميدان. الحاله بعد كده نشوف الحاله اللي جايه هنا، ونشوف هنا كابتن ايمن كان سالني سؤال بالظبط التسلل. هرجع تاني، اللعبه دي مهمه جدا هنقف بس تسمح لي عشان نوضح للساده المشاهدين وحضراتكم ليه النادي الاهلي استأنف من هنا. طيب نرجع لاصل الحاله يا كابتن ايمن. ماشي يا كابتن. كابتن شريف، كابتن اسامه،
لا ارجع لي كده. ايوه واحده واحده. هو حسب ايه يا كابتن؟ واحده واحده. بص يا كابتن نقف نقف. لاعب الطلعه كان في تسلل. مظبوط. كان في موقف تسلل. صح. طيب هو هنا الحكم مساعد ما يقدرش يرفع الا لما اللاعب المهاجم يتداخل. يشترك. مظبوط. او يشترك في اللعب. مظبوط. طيب نمشي بقى شويه. اللاعب المهاجم عمل ايه يا كابتن؟ جه هنا جه هنا جه هنا وتدخل فين؟ في اللعب. فدخل في ملعب النادي الاهلي. مظبوط. الاول كان تسلله بيتحسب منين؟ من مكان اللاعب اللي هو كان واقف فيه. ايوه. بصرف النظر هو راح بقى لعب منين؟ ايوه. تعديل قال ايه بقى يا كابتن؟ توافقا مع التسلل. كويس. انت بتعاقب اللاعب منين؟ ساعه التدخل في اللعب او المنافس. يعني هو لما تدخل فين؟ في اي جزء؟ دخل في نص ملعب النادي الاهلي. يعني التسلل. فهنا الكل قال لك ايه؟ توافقا للتسلل، التسلل يتلعب من مكان تدخل اللاعب. من مكان تدخل. ايوه. لو اللاعب كان تدخل من هنا كان اتلعب هنا، لكن اللاعب تحرك من هنا ما كانش لسه اقدر اعاقبه. هعاقبه امتى؟ لما يقرب هنا عند لاعب النادي الاهلي هنا ويتدخل مع المنافس، فبالتالي هنا المساعد رفع على ان اللاعب ده كان في تسلل هنا وجه هنا في ملعب الاهلي تدخل ولعبها من مكان التداخل. من مكان التداخل. طب انا عايز اسال يا كابتن، ده التعديل. ممكن تعيد الكره دي مره ثانيه بعد اذنك؟ نرجع ثاني معلش هرجع تاني. يعني هو اللاعب طبعا هي الصوره مش لقطه لا جايبه. لا لا الكره دي ايه؟ طب الكره دي تحسب اوفسايد ازاي؟ لا لا بيقول لك من البدايه مش جايه. هي مش جايه من البدايه بس يا كابتن. دي واحده الكره دي اصلا تحسب. اذا كان اصلا الكره ما عدتش خط عند النادي الاهلي اصلا الملعب الثاني. طب بص يا كابتن الكره دي في ملعب الخصم. بص يا كابتن استنى بس يا كابتن بعد اذنك هرجع لك اللقطه الثانيه بس عشان النقطه دي بس مهمه جدا يا كابتن. اصلا الكره ما عدتش نص ملعب النادي الاهلي. تمام. الكره في ملعب طلاع الجيش. ممتاز. واللعيب بتاعنا قطعها بملعب طلائع الجيش. ماشي. تتحسب اوفسايد ازاي؟ كويس. انت بتعاقب مين دلوقتي في التدخل؟ انا مش بعاقب كابتن الكره حضرتك عند مدافع النادي الاهلي اللي واقف في ملعب طلائع الجيش. تمام. يعني انا عاقب لعيب اصلا الكره ما عدتش لنص ملعب الثاني؟ كابتن بلا ممكن بس اسمح لي تعالى تاني يا كابتن هات لي اللعبه كده. بص انت شايف يا كابتن الكره ما عدتش نص ملعب. دي واحده كابتن هوضح لك واقنعك ما فيش مشكله خالص. هنا اللاعب هنا في موقف تسلل يا كابتن. تمام. مظبوط. موقف تسلل. عمل ايه؟ ما رحتلوش اصلا ما رحتلوش اساسا كابتن. ما انا هو دخل فين؟ هو راح فين؟ هو ما كانش. انا مش هعاقبه الا لما يتدخل هنا. مش كورته يا كابتن مش كورته. امال جري عليه ليه؟ انا عاقب لعيب الكوره ما رحتلوش اصلا كابتن. مش ممكن اسال سؤال؟ هو جاي لو اللاعب لو الكوره يا كابتن بلاتا ممكن تسال. الكوره ما رحتلوش يعني انا في موقف تسلل. الكوره اتلعبت عند الكابتن ايمن. حلو. انا في موقف تسلل والكوره راحت عند الكابتن ايمن في نص ملعب في نص ملعبه. انا جريت عشان اقطع الكوره. طب ممكن سؤال يا كابتن؟ سؤال. لو انا اللاعب المهاجم ده خد الكوره من اللاعب النادي الاهلي ما ده اللي انا بساله يا كابتن. سؤال بس لو اللاعب المهاجم اللي كان في موقف تسلل فسر لي القانون بتاعه. انا هقول لك القانون ايه. انا بس عايزك تقول لي يعني دي تتحسب اوفسايد ليه؟ ده التعديل يا كابتن في التسلل. الاول لما الراجل دوت جه تدخل هنا كان الاول بتتلعب من مكان اللاعب اللي كان في موقف تسلل. انما هنا التعديل قال ايه؟ انت تحاسب اللاعب لما يتدخل بالفعل. تدخل اللاعب بالفعل كان فين يا كابتن شريف؟ كان في ملعب النادي الاهلي. تدخل مع المنافس وبالتالي هنا طبقا للتعديل طبقا للقانون ده كان في موقف تسلل وتدخل هنا. جه من موقف تسلل وتدخل في ملعب النادي الاهلي. عشان كده بقول لك الاستئناف هنا لابد ان يكون طبقا للتعديل. بلال انا عارف لا بلال يقصد ان الكوره لسه ما راحتش نص ملعب النادي الاهلي. مش مين قال كده يا كابتن؟ هات الكوره تاني. دي واحده هات الكوره من اول خالص. اللايف انا هات اللايف. ماشي نمشي بص الكوره فين؟ في نص ملعب طلع الجيش لسه يا كابتن. ستوب بس خليني اوقف هنا. سؤال كابتن ايمن خليك معايا. لو اللاعب اللي كان في موقف السله دوت ضغط لاعب نادي الاهلي خد الكره وراح رايح جاب جول. لو اللاعب ده سؤال ده كان في موقف ايه؟ متسلل. استفاد من موقفه ولا لا؟ السؤال يا كابتن. ضغط لاعب نادي الاهلي خد الكره وراح رايح جايب جول. اقول جول ازاي؟ اقول جول وهو لاعب استفاد من موقف التسلل ده. هو كان في موقف التسلل وبالتالي هنا يعاقب. هي المشكله يعاقب من اي مكان. احنا قلنا يعاقب هنا في الموقف اللي هو تدخل فيه اللي هو ملعب النادي الاهلي توافقا للقانون. انت معايا يا كابتن؟ لان انا النهارده تدخل لهذا اللاعب. سؤال يا كابتن كمان. انا كمدافع كابتن ايمن انا كمدافع النهارده انا مش هستلم براحتي. ليه مش هستلم براحتي؟ لان اللاعب اللي فوق السلسله ضغطني ضغط عليا. فلما يضغطني انا ممكن انا تحصل لي ربكه. فضغطه اللاعب وهو في السلسله لازم تعاقب. مش شرط الكره تجيلك. انت تدخلت وانت كنت في موقف تسلل رحت للاعب اللي هو مع الكره تدخلت وانت في موقف تسلل وبالتالي هنا بيعاقب على التسلل. لو الكره دي من قدام شويه على الدايره كمان شويه
وانا واقف لوحدي في موقف تسلل على الدايره يعني قدام كمان 5 متر. لو الكره يعني ماشي، لو الكره دي مثلا انت جيت من موقفك انا كنت في ملعب النادي الاهلي، انا بقول لحضرتك هو بس عشان ابقى انا بس عايز افهم القانون مش اكتر من كده. يعني انا هو لعيب النادي الاهلي استلم الكره قبل نص ملعب بمترين، طب لو هو استلمها قبلها من على الدايره ب5 متر يا كابتن، من ب5 متر مش بمترين، والتاني واقف واللاعب اللي فوق اتسلل راح اتحرك ضغطه خد الكره وراح رايح جاب جون، حاسبه تسلل طبعا، حاسبه على موقع ليه؟ لان هو تدخل، اذا كان هو كابتن ما تلعبتليش الكوره، هو نفسه ما تلعبتليش الكوره. طب انا ارجع للقانون، هو جاي من موقف سؤالك يا كابتن بلال، انا معش كده بس انا كابتن. طب انا اسالك يا كابتن، يعني الكوره ما اتلعبتش للمهاجم، الباص اتلعبت للمدافع بس بلال. السؤال كابتن، بس السؤال، الكوره اتلعبت للمدافع تمام؟ الكوره اتلعبت للمدافع، انا كمهاجم تمام، مش في موقف تسلل في الوضع الحالي تمام، انا جريت اقطع الكوره كويس، جريت اقطع الكوره تمام، هل تتحسب؟ هي اصلا مش ملعوبه لي. طب كويس، ملعوبه لحد تاني كويس. ده بس عايز اساله، هل اللاعب في موقف تسلل يعاقب؟ السؤال، هل تعاقب لما الكوره تجيله هو؟ لا جاوبني انت، لما هو يخش يروح يقطع. سؤال بس، واحده واحده اتفضل. هل احنا القانون بيعاقب اللاعب اللي في موقف تسلل بيعاقبه؟ لا ما بيعاقبوش. طب انا هسالك سؤال يا كابتن. طب انا اكمل بس سؤال. سؤال. اكمل، لو انا واقف موقف تسلل ماشي تعالى والنبي ايوه اتفضل، والكوره مع دفاع النادي الاهلي حلو ورجعها لي ديليبريتلي بلاي، العب، لان في تعمد لعب من مدافع الاهلي العب، لو في تعمد لعب اوكي، انما احنا بنتكلم النهارده متى يعاقب اللاعب كابتن اسامه؟ يعاقب اللاعب امتى؟ لما يتدخل في اللعب، انما انا واقف في التسلل ما تدخلتش مش هعاقبك. هعاقبك امتى؟ لما حاجه من ثلاثه، تدخل في اللعب، تدخل مع المنافس، او استفاده من كونه في هذا الموقف. هو النهارده عمل ايه؟ كان في موقف تسلل، لما تدخل مع المنافس هنا ايه؟ اثر او دخل ضغطه، وبالتالي لو خد الكره وراح جاب جول او روح جاب جول وانت كنت في موقف تسلل؟ لا طبعا. اذا هنا التسلل موجود، واحنا بنتكلم في التعديل، تلعب الكره من لحظه تدخل اللاعب من موقف اللي هو تدخل فيه بالفعل اللي هو كان في ملعب النادي الاهلي. الحاله بعد كده دي اخر حاله تمام. بشكل عام كابتن، كنت انت بتسال على التعديل وليه اتلعبت من ملعب النادي الاهلي. احنا قلنا التعديل ده جه تقريبا من 3 سنوات، الاول كانت الكره بتتلعب من ملعب الثاني، ولكن النهارده توافقا مع القانون تسلل بتعاقبه لما يتداخل، انما انا في موقف تسلل ما تدخلش مش هعاقبك، براحتك اقف، ولكن لما تتدخل هتدي حاسبك على تدخلك في التسلل. بشكل عام بنقول ان الحكام الصاعدين من فضلكم لجنه التعيينات ادوا الناس فرصه، وما ينفعش انا اغيب 13 اسبوع وهشام القاضي يغيب 19 اسبوع والنهارده بتدي حكام اول مره. خلي بالك ده ريسك، ممكن الحكم النهارده في ماتش زي الاهلي يغلط. مظبوط. فبالتالي ندي الحكام، لو انت عاوز تطلع حكام صاعدين ابتدي ادي فرص للناس. اكيد النهارده عندنا قماشه كويسه كابتن ايمن، لو اشتغلنا بشكل كويس الراجل كلادنبرج النهارده بيدي فرصه للكل، هو قال كده، حدي فرصه للكل، اللي هيثبت عكس ذلك خلاص هو حر. ولكن النهارده نجح محمد بدكم التحكيم باستثناء طبعا احمد الفرد في لعبه التسلل. نتمنى طبعا التوفيق للتحكيم المصري، ونتمنى التوفيق للحكام الصاعدين في الفتره اللي جايه. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا. انتهى الفقرة التحكيمية أعزائي المشاهدين، بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وطلاع الجيش في الجولة رقم 33 من الدوري العام المصري الممتاز لكرة القدم، والتي انتهت بتفوق طلاع الجيش بهدف مقابل لا شيء. كل التوفيق للنادي الأهلي الفترة القادمة إن شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم شكرا يا كابتن شرفتنا. شكرا كابتن أيمن. شكرا كابتن سامي عربي شرفتنا يا كابتن. شكرا كابتن علاء مهوب شكرا يا كابتن. شكرا بشكرك يا كابتن احمد بلال شرفتنا يا كابتن. شكرا كابتن. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وورقه حياتي.